شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في الوطن وخارج الوطن، سعيد بتواجدي ضمن فريق هلا سألوا لهذا اليوم المبارك الموافق للتاسع عشر من جمادى الأولى من عام 1444 هجرية، الثالث عشر من ديسمبر 2022. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بقناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. بدءا ببدء أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بوزري، أهلا بك فضيلة الله الشيخ. الله يسلمك أبو ملايين، بارك الله يحفظك. ومعنا أيضا الزميلة زينب في لغة الإشارة. بدءا ببدء نبدأ في موضوع هذا اليوم وفي سلسلة شرح القواعد الفقهية، نقف معكم في حلقة هذا العدد في موضوع الأصل براءة الذمة، عن مفهومها ومعناها وتطبيقاتها العملية وأثرها في الأحكام الشرعية. يحدثنا ويفصلنا في الموضوع الشيخ سعيد بوزري، فليتفضل مشكورا. شكرا أخي عبد المنعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الأصل براءة الذمة، قاعدة فقهية ذهبية مستنبطة من جملة نصوص في الوحيين، يعني في القرآن وفي السنة. من معاني هذه القاعدة الفقهية أن الذمم خلقت بريئة من كل تكليف أو التزام أو واجب أو حق. فالذمم أصلا خلقت بريئة من كل هذه الأمور، أي ليست مشغولة، فالأصل فيها البراءة. الأصل فيها أن الإنسان يكون بريئا أمام أي كان، لا يمكن للغير أن يدعي أمرا في حق شخص آخر إلا بدليل قطعي. إذن فالذمم خلقت بريئة، ولكن هذه الذمم قابلة للانشغال. المراد بذلك أن هذه الذمم لا ترافقها البراءة إلى النهاية، لا يمكن. فالإنسان تطرأ عليه طوارئ في حياته اليومية، وأقدم لذلك بعض الأدلة وبعض النماذج وبعض التطبيقات. الإنسان ليس مكلفا إلا بتوفر شروط التكليف، بتوفر العقل، فالعقل مناط التكليف كما يقول السادة الفقهاء، العقل مناط التكليف. ولا يمكن للإنسان أن يدعي ضد غيره أنه دائن، بمعنى لا يمكن لشخص أن يقول أنا دائن لفلان بمبلغ معين. نقول له الأصل براءة الذمة، الأصل أن براءة هذا الإنسان، أن هذا الإنسان أن ذمته بريئة من كل دين، خلقت بريئة من كل دين. فالذي يدعي خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل، بالبينة، بالبينة، البينة على من ادعى، نعم، واليمين على من أنكر. فالقواعد يشرح بعضها بعضا، نعم. إذن نقول لهذا الإنسان الذي ادعى دينا في ذمة الغير، نقول له الأصل براءة الذمة، فذمة هذا الشخص بريئة من الدين المدعى. وإذا قدم الدليل الذي يثبت
انشغال هذه الذمة بدين نقول له ذمتك مشغولة بهذا الدين ويجب عليك سداد هذا الدين. حتى ولو مات هذا الإنسان لا يمكن للغير أن يدعي أنه دائن لهذا الشخص. لذلك ربنا قال في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين. لذلك جاءت القاعدة الفقهية التي شرحناها في لقائنا السابق، لا تركة إلا بعد سداد الديون، فالديون مقدمة على تنفيذ الوصايا ومقدمة على حقوق الورثة، إذ لا تركة أي لا تقسم التركة إلا بعد سداد الديون الثابتة في ذمة المتوفى المورث. فالذي يدعي نفقة على الغير يقول مثلا يجب على فلان أن ينفق علي أو على غيري، نقول له الأصل أن ذمته ليست مشغولة بالنفقة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالبينة. مثلا تأتي الزوجة فتدعي أنه أن زوجها يجب أن ينفق عليها، نقول نعم معها الدليل، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فيجب على الإنسان أن ينفق على أهله وعلى ولده وعلى أصوله وعلى فروعه. إذن فهناك موجبات للنفقة. هل يمكن أن يدعي شخص مثلا في حق آخر بأن يدفع له بدل الإيجار؟ يقول فلان يجب عليه أن يدفع لي بدل الإيجار، نقول له لا، الأصل أن ذمته بريئة من بدل الإيجار، إلا إذا قدم دليلا، يعني عقد الإيجار يقدمه المؤجر الذي يثبت من خلاله انشغال ذمة المستأجر ببدل الإيجار. نقول هنا للمستأجر إن ذمتك الآن صارت مشغولة ببدل الإيجار لقيام البينة لوجود الدليل والبرهان الذي يثبت انشغال ذمتك بهذا المبلغ بهذا البدل. الذي يدعي مثلا تعويضا في حق آخر يقول له عليك أن تعوض لي ما أتلفت، نقول له لا يجوز لك أن تدعي هذا الأمر هذا التعويض، لأن التعويض متى يثبت؟ إذا ثبت أن ذلك الشخص قد أتلف شيئا معينا فيجب على هذا الشخص المتلف أن يقدم تعويضا لجبر ما أتلفه، فلا يضمن قبل الدليل، لا يضمن قبل قيام الدليل. إذن كخلاصة ذمم الناس بريئة من كل الواجبات والالتزامات والتكاليف والديون والتعويضات، إلا إذا ثبت الدليل الذي يحدد ذلك تلك الواجبات أو تلك الضمانات أو تلك التعويضات لقابلية الذمم لانشغالها، لأنها لا يمكن أن ترافقها البراءة طول حياته. وكذلك في أمر التهمة لا يصح أن يتهم شخص بأي تهمة، فالأصل أنه بريء، الأصل براءة الذمة. ولذلك هناك قاعدة فقهية تقرر يعني تقررت في جملة من القواعد القانونية في قانون العقوبات، مفاد هذه القاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن القواعد الذهبية أيضا الشارحة الداعمة لهذه القواعد قاعدة تفسير
الشك لصالح المتهم، فالشك يفسر لصالح المتهم. لماذا؟ لأن البراءة ثابتة للإنسان، علينا استصحاب البراءة الأصلية. بارك الله فيك شيخنا، والله ينفعنا بعلمك إن شاء الله. الله يسلمك. نشرع مشاهدين الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ إن شاء الله بأول اتصال. أم شيماء من البرج، السلام عليكم. أم شيماء. عليك السلام. تفضلي أم شيماء. ألو. نعم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أنا سمعوا فيك، تفضلي أم شيماء سؤالك. ألو. زملائي. طيب نمر الأخت أمل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أختي أمل. أمل مصطيف، السلام عليكم. عليكم السلام. يعني عندي أسئلة. تفضلي سؤالك الأول. عندي سؤالي الأول، عندي قط سويس وداك حل بزاف بزاف. وش عندك؟ طيشو عندنا قط كحل بزاف بزاف، تقولي غراب نطيشوه بعيد بزاف، واللي الغضوان يلقوه في البيت. نعم هذه اللي. وعندي وحدة كليت رمضان مريضة، ودائما أنا أقولها صومي 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 صوم شوية، ساعة صوم ساعة ما تصومش، قلت لها عذران كي نغسلها هكذا عذران عليها أثم. عندك أختك مريضة؟ عندي وحدة نعرفها. نعم. كليت شهر رمضان. ها. وسمو دوك أنا نغسلها نقولها صومي، دائما نضغط عليها نقولها صومي صومي صومي، قلت لها راني عندي اثم كراي نغسل فيها هكذا، وهي شو مقصره في الدين. هي وش بيها؟ هي كانت مريضه عام الاول ثلاث شهر رمضان. نعم. وانا نقول لها صومي. نعم. هاي كي نقول لها صومي قلت لها راني لكن نضغط عليها بزاف، قلت لها راني وضع شيء. فهمت سؤالها؟ لا لا عاودي هنا بعقل الله يحفظك، فش الشيخ يسمعك ويفهمك ويعطيك الإجابة الشافية والكافية إن شاء الله. هي عندك هي ماكلة هي كليت رمضان عملوا. نعم. المريضة. نعم. كليت شهر. نعم. وعندها من قبل ثاني ماكلة، ولات كي يلحق عليهم رمضان الثاني ما صامتش الأولي. نعم. ولات عملوا المرضى كليت شهر رمضان كومبلي. ربي شافيها. اللهم آمين. دوك ارتاحت وسموه. أنا اللي دائما نظرية شو مقصرة في الدين. أنا اللي نقول لها صومي صومي، قلت عذر علي اسم بزاف كاني نغسل فيها كذا نقول لها صومي. واضح. فهمتني دركا؟ واضح. هاي رحم والديك. والديك إن شاء الله، ربي يحفظك. واضح. أمة الله من عنابة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. بارك الله فيك أخي، اسمع عندي بزاف زهدة معك. تفضلي. أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل الحاج. من فضلك حاب نطرح سؤال مهم بزاف للشيخ سعيد. أو يسمع فيك. مهمة كبيرة، حاب نهضر معك في التليفون لكن باش ما نحكمش وقتكم. ما كاش مشكل، ربي يحفظك. نمرو الهاتف تاعه ونعيط له من بعد. ما كاش مشكل، خلي رقمك للزملاء وإن شاء الله الشيخ سعيد يتواصل معاك إن شاء الله. بارك الله فيك. يطول في عمرك الحاج في الخدمة. الأخت فاطمة من تيزي وزو، السلام عليكم. وقيل راحت تختف. طيب نبدأ في الإجابة شيخنا. طيب الأخت أمل مصطيف تقول لك عندهم قط أسود، يعني يبعدوه عن المنزل ويرجع مرة ثانية. وأنا تانيك نسأل يعني في نفس السؤال تاع الأخت أمل، يعني حكم اقتناء مثل هذه الحيوانات الأليفة لتكون يعني بالسواد. نعم الأخت أمل، حكم اقتناء هذه الحيوانات الأليفة هو الجواز. نعم بارك الله. الجواز لا تهم الألوان،
فالألوان من خلق الله جل جلاله. نعم. كما اختلفت ألوان البشر وهي آية من آيات الله، اختلفت ألوان الحيوانات، فليس في ذلك أدنى حرج، إنما واجب الإنفاق الذي نص عليه الشرع الحكيم يستغرق الجميع، كما أنه يجب على الإنسان أن ينفق على الذين هم تحت كفالته، ينفق على أهله وعلى فروعه وعلى أصوله، فهذا واجب شرعي خاص فضلا عن الواجب العام، لقوله تعالى في سورة الحديد الآية السابعة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والذي يقتني حيوانا معينا يجب عليه أن ينفق عليه، وإذا لم يتمكن إما يتخلص منه، أي يطلق سراحه، يقدمه هدية لغيره، وإذا كان الحيوان مما يذبح يجوز له الذبح، الذي يملك خروفا أو بقرا أو شيء من هذا القبيل، والذي يملك هرة قطة يعني لا يجوز له أن يضيع هذه القطة أو هذه الهرة. وقد ثبت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة ربطتها، لم تطعمها ولم تطلق سراحها من أجل أن تأكل من خشاش الأرض. إذن وفي المقابل أن الله قد غفر لرجل عاص لأنه سقى قلبا كلبا عقورا، بمعنى نفهم بأن الإنسان يكون مسؤولا على هذه الحيوانات التي اقتناها. ومن وظائف المحتسب الحسبة، الحسبة هذه وظيفة من الوظائف المهمة في الشريعة الإسلامية، وظيفة مهمة. من وظائف المحتسب أنه يرعى حقوق الحيوانات. لو وجد شخصا مالكا لدابة وحملها أكثر مما تحتمل يعاقبه، هذا المحتسب يعاقبه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ارتكب مخالفة شرعية، حمل الدابة ما لا تحتمل، والدواب لا تستطيع أن ترفع الشكوى، لا يمكن أن تشتكي، تتحمل وتصبر وتتألم، فيأتي المحتسب شرعا ليتحمل هذه المهمة. لذلك فلنحذر، كما أن هناك المسؤولية على فعل الغير، تتعدى أيضا أو تتمدد هذه المسؤولية إذا حصل أذى من أي حيوان يملكه شخص، فإذا حصل أذى للغير فهو يتحمل تبعات هذا الأذى. فهناك أحكام شرعية ومباحث شرعية مهمة خاصة بمالكي الحيوانات. بارك الله فيك شيخنا. نعم. طيب نستقبل مكالمة الحاج مشلف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله خير الشيخ، معكم مروك. الله يحفظك يطول في عمرك ويومك أبرك إن شاء الله وحياتك كلها خير. سؤال سؤال طويل شوية. معليش. أنا عندي الولد رحمه الله توفى. أكتنا فيه الشيخ. نعم. الولد توفى. وقتاش توفى ولدك؟ وخلى زوج وليدات رحمه الله. وقتاش توفى الله يرحمه؟ شحال عنده من يتوفى الله يرحمه؟ ما عنده عام وشي، عام ونص. الله يرحمه. هيه. دروك هو خدام وموظف عند الدولة وزوجته موظفة عند الدولة. نعم. دروك أنا عاش معي 35 سنة. نعم. كرا فيها عام. العام اللي كرا فيه مرض. قعد 10 أشهر محيط كرا. نعم الله يرحمه. الله يرحمه. أما اللي درنا له عملية في راس فان وفي البليدة. الوقت هو اللي كرا هذاك العام شراء أثاث من زيلي، ما هو وزوجته مثلا، هو خدم ويا خدام. الوقت اللي داروا له عملية وفطا قال له مو ودي قشير كي مرض، قال لي أبوي يدي عندك للدار. الحاج الحاج أنا الحاج المرحوم الله يرحمه خلى أثاث، حبيت تقول خلى أثاث هو بالحرام وخدام. شحال القيمة نتاع هذا الأثاث؟ شحال القيمة نتاعه؟
القيمة تاعو من جوية 30 35 25 40 بذيك الهواية مش ثابتة نيشان نيشان. طيب وهذا الأثاث دوكا وين راه الأثاث هذا؟ أو عندك ولا عند الزوجة؟ الأثاث بدات الزوجة. طيب أنا علاني نعطي لك بالسؤال كي هي خدامة هو خدام. واضح الله يرحمه. أسمع لك شوية شيخ. طيب هو الوقت اللي كي درنا له عملية ديناه باش يديروا له لاشيمي وكاع الله يرحمه هذيك الطيبة تاع لاشيمي قالت لنا ودي باللي هذا ما يعيش صافي ما العمر تاعو ما ناشي عند ربي سبحانه الله يرحمه العمر تاعو ما موش تاع الدنيا تجي الزوجة تاعو باعتو في حياته باعت الأثاث في حياته الأثاث كان اللي باعتو في حياته هو في غيبوبة ومش جايب الروح أخبر نعم كاين زوج صوالح اللي بقوا عندي وكي قالت لي عليهم أعطيتهم في جل أحفاد أنا أعطيتهم بيدي هذوك زوج صوالح كان أسكي كان الأحفاد التوحيد يجوا عندي مدة 6 أيام 4 أيام 5 أيام نورمال عادي طيب الحاج الوقت اللي أعطيتهم كاع الصوالح قطعوا لي الأحفاد ذكر رمضان ذكر جبل ربي الحاج نعم. انت وش اللي يهمك في هذا السؤال اعطينا يعني الحاجه السؤال ديركت باش الشيخ يجاوبك السؤال هاتي السلف القش هذا يرحم الله يرحمه ولا ما نساش شرعيا ودستوريا يعني انت طالب بالسدس هو يحب الشيخ نعم صرفت في هذا وهو في غيبوبه نعم واضح عندك سؤال واضح. ثاني نعم عندك سؤال ثاني لا هذا هو ما شيخ وهذا صفوا لي خاطري مليح مليح حتى كان ندريت في الحفاد كيشدوهم لي ما كاش مشكل يجاوبك الشيخ ان شاء الله هذه اللي غاطني وانا حقيقه كانوا صوالح في داري وقالت لي ابي يعطيهم لي عطيتهم ولا في جال وليداتي وليداتك راك تشوفهم ولا مازال ما راكش تشوفهم عطات لي المحكمه طلبت في المحكمه والحمد لله وعطات لي حكم طولي 20 يوم وشوفهم نهار وراك تشوفهم دوكا ولا ما راكش تشوفهم راك تشوفهم ولا لا الاحفاد انت وعد مازال لي 40 يوم باش يعطوا لي نسخه تفيديه ان شاء الله تشوفهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وفرحنا كي تتصل بينا المره الجايه فرحنا وانتم فرحوني بشكل ما زين الواحد انا حقيقه تقلقت شويه ما تتقلقش الحاج ان شاء الله تدي حقك وان شاء الله وليداتك تشوفهم ان شاء الله ربي يحفظك ويطول في عمرك نشوفوك على خير مع السلامه في حفظ الله نستقبل اللي طولت عليكم لا اسمح من حقك السلام عليكم الأخ عمر من البرج السلام عليكم معنا ولا اسمح لنا طولنا عليك أخوي عمر طيب اسمح لنا أخوي عمر طولنا عليك شيخنا نعود ونولي للأخت أمل من الصيف تقول لك عندها زميلة انتحى كانت مريضة ولم تصم يعني مدة 3 أو 4 سنوات شهر رمضان وبعد ذلك شفاها الله ارتاحت والآن يعني من خلال السؤال تاعها فهمنا أنها تهاونت في إرجاع يعني هذه الأيام ما تقولها صومي تنصحها فهي الآن يعني تحوس يعني على الفتوى كيفاش ترجع الأيام وتحوس أيضا أن كيفاش ننصحوها باش تصومهم إن شاء الله نعم أولا يا الأخت أمال هذه أنت قلتي واحدة زميلتك ولا صديقتك التي كانت مريضة وكانت تفطر لسبب المرض نعم فإذا كان هذا المرض مانعا لها من أداء فريضة الصيام فالحرج عنها مرفوع قال ربنا عز وجل في سورة البقرة في الآية 185 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولكن ربي سبحانه أيضا قال ليكون في مرض ليكون في سفر قال فعدة من أيام أخر فإذا شفيت وعفيت هذه المرأة من مرضها بعد ذلك وجب عليها المبادرة إلى أداء ما عليها من صوم هنا تطبيق القاعدة التي ذكرناها قبل حين فذمتها مشغولة بالصيام ولا تبرأ أي لا تحقق براءتها إلا بعد قضائها لتلك الأيام
وكونك أنت تذكرينها بقولك لها صومي صومي فأنت ناصحة وأنت مأجورة ولست آثمة، يعني عندك أجر لأنك تذكريها. ربي قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، سورة الذاريات الآية 55. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، راك تذكرها بقولها تعالى، بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، إذن أنت لست آثمة بل مأجورة. المطلوب منها الآن باش تقضي هذه الأيام تبادر وتقضي، تعمل برنامج لنفسها، ممكن تصوم كل الاثنين والخميس، منها تدي إن شاء الله أجر القضاء، طبعا تقضي ما عليها من دين وتأخذ إن شاء الله أجر أنها تصوم تلك الأيام المباركات، وتصوم ما استطعت ذلك سبيلا إلى أن تنهي تلك الأيام التي في ذمتها. بارك الله فيك. هذا هو، هذا هو الجواب. جواب شافي وكافي إن شاء الله، الله يقدرها على صيام الأيام إن شاء الله. طيب نستقبل مكالمة الأخت جهيدة من عنبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. وعليكم السلام. تعيش أخي، حبيت أسقسيك برك، عندي سؤال محيرني. سمعينا برك من التليفون برك، ربي يحفظك. معليش. جزاك الله خير. سؤال محيرني. بكري كنت صغيرة، شغل كنت ما نعرفش، جاتني شغل الحيض في رمضان. وعجبت كشغل يا مات نورمال، صمتهم عادي بس كنت نخاف ندهش من بعد الدرت، أنا كشغل صمتهم عاديين أيام عاديين، وحشمت من وراكي فترة مضمدة نقول لوالدة تيعي بهن نعود نصومهم، سمع بالي بل راح نصومهم. فهمتي. دروك كبرت وليت نعرف الحمد لله يا ربي، كشغل كنت نصوم على قبل اثنين وخميس، بس كشغل حسيت بالضمير، كشغل ضميري أنا فيها بتخلي نصوم أيام جهيدة. كثير اختي جهيدة، اختي جهيدة بلا عقل برك باش نفهموك، وان شاء الله باش نعطيوك الاجابه اللي تقدري تعملي بها. انت ياس يعني جاتك العاده في رمضان وحشمتي تقولي للوالدين وصمتي معاهم هكذا، قلت لك صمتهم عادي ما فطرتش فيهم. نعم. ايه تفضلي كمل. ومن وراكي صد رمضان ما زدت شعر ودهم، فهمتيني؟ فهمتك. ايه فهمت الشيء. درت انا كي كبرت وعرفت صلاحي شغل وليت نعرف، وصامتهم الاثنين والخميس ما حبيتش تخبر العائله تاعها. وليت نعرف كل حبه كشغل نعاود صمت قاعده نصوم وشي، والله ما عرفتش قداه نرجع صوارد، فهمتيني؟ حبه نفهم كشغل بالترتيب قداه نمد صوارد قد نخرج. خلاص واضح، يعني صامتهم برك هل يعني عليها تدفع مالا او صدقه؟ واضح. هل نقدر نمد للاقربون مثلا خويا ولا اختي كشغل جيست نقدر نمد لهم ليهم هما؟ واضح واضح. عندك سؤال ثاني؟ عندي سؤال ثاني. الوالدتي تصوم اثنين وخميس، الوالدة تصوم بكري، كانت شغل كانت بصحتها الحمد لله، كانت تصوم اثنين وخميس، نريد قلت نصوم بربي ان شاء الله مادام ربي عطيني صحتي نصوم اثنين وخميس. نذرت او لم تنذر؟ لا 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 ما ندرتش، نويت برك. طيب درك كشغل ساعات تمرض ساعات ما تنجمش، شغل تحس بتأنيب الضمير، قالت كشغل اسكر عليها حرج ولا لا، سما هي ما نواتش، قالت بربي ان شاء الله كان قدرني ربي واعطاني ربي صحتي انا نصوم اثنين وخميس. واضح هذه. بارك الله فيك، ربي يقدرها ان شاء الله، وبارك الله فيك انت. من البرج شكون؟ اهلا بالاخت سميه من البرج. السلام عليكم اختي سميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. الو اسمعينا من التليفون، ربي يحفظك. اسمع فيا شيخه. انا اسمع فيك ما شاء الله. السلام عليكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. وفيك. سؤالك. عندي واحد السؤال حول حابه نسال فيه برك. او يسمع فيك الشيخ. عندي بنتي داتها عمتها ملي كانت صغيره مولات عامين،
ودوكا عمتها كي توفيت خلات الطفله هذه زوجة ترى قاعده زوجت وعندها اولاد. العمه ومن بعدك عمتها هذه ماتت. نعم دوكا الطفله حابه تقعد مع راجل عمتها قالت ما نخليهش وحده. والناس اللي دايرين بها كل قالوا لها حرام بغيت تقعدي معاه، يعني عندها راجلها عندها اولادها كلش بصح قالوا لها حرام بغيت تقعدي معاه، لازم تخرجي تقعدي معاه هذو سمانتين ولا ثلاثه لتاع اللي ما تسمرتو ومن بعد تخرجي من الدار ما تقعديش عنده يقعد وحده. قالوا لها حرام بغيت تقعدي معاه، يعني حبيت نسال في هذا السؤال اسكو حرام ولا حلال؟ يعني هو ربها ملي كانت ولات عمي راجل عمتها هذا. واضح شيخنا؟ طيب واضح السؤال شيخ؟ واضح ما شاء الله. طيب عندك سؤال اخر ولا خلاص اكتفيتي؟ طيب طيب نبدا بالاجابه شيخنا. الحاج بن الشلف الولد الابن تاعو عنده يعني عام ونص من يتوفى الله يرحمه، وكان في غيبوبه قبل ما يتوفى، والزوجه نتاعو تصرفت في الاثاث المنزلي اللي كما قلنا كان يقدر ما بين 35 سنتيم ل 40 مليون سنتيم، باعت هذا الاثاث. ما الحكم؟ والان يعني اب الزوج يطالب بحقه. نعم. الحاج اولا طبقا للقاعده الفقهيه التي شرحناها فيما سبق، من استعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه او عوقب بعكس مقصوده. بمعنى إذا تصرفت هذه الزوجة في هذا الأثاث لضرورة أو لحاجة فللضرورة أحكام. نعم. من أجل مواجهة مصاريف العلاج مثلا، مصاريف علاج زوجها المريض، فذلك مشروع. وإذا تصرفت في هذا المال أو في هذا الأثاث للإنفاق على أولادها فهذا التصرف مشروع. أما إذا لم يكن شيء من ذلك هكذا عن طريق يعني بتعنت وتعسف وشطط أرادت أن تتصرف أو تصرفت في هذا الأثاث دون إذن من زوجها الذي هو في غيبوبة، فيقدر هذا الأثاث ونعتبره ميراثا. إذا كان قيمته 40 مليون هي حقها الثمن، والوالدان يعني أنت يا الحاج وزوجتك عندكم السدس، السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ترك ولدين. مادام ترك ولدين إذن لك السدس ولزوجتك يعني لأمي المتوفى السدس. نعم. وزوجته التي تصرفت التصرف لا الثمن، والباقي يؤول إلى ولديه. إذن هذا هو الجواب المفصل حسب هذه المعطيات، المعطيات وهذه الاحتمالات. بارك الله فيك ما شاء الله. الله يسلمك ما شاء الله. الأخت جهيدة من عنابة يعني جاتها العادة وهي صغيرة في رمضان وحشمت يعني تخبر والديها، ومن بعدك بعد رمضان ولا تصوم الاثنين والخميس، يعني قضت ما عليها من ما أفطرت، تقول لك هل يعني علي طعام مساكين؟ نعم. ولن يا جهيدة الأصل أنك لا تصومي ما دام عندك عذرك الشرعي، فلا حياء في هذا الأمر، لا حياء. حتى ولو تظاهرت بالصيام فعليك بالإفطار، ولو سرا كأن تتناولي شيء من الماء مثلا وتأكلين تتناولين شيء من الطعام لدفع الجوع لأنك لست صائمة، هذا هو الأصل. ولكن مراعاة لظرفك تقول الحياء، شاء الحياء من الإيمان ما شاء الله. الإيمان والحياء قرناء جميعا،
والحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، ويقول في حديث آخر الحياء خير كله. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى تمثل قيمة الحياة. إذن أنت كنت تقضين تلك الأيام يومي الاثنين والخميس، فلا شيء عليك إذا كان قضيت هذه الأيام نتاعك قبل يعني الوصول أو قدوم رمضان الآخر. نعم. فلا شيء عليك، ليس عليك فدية. أما إذا قصرت وفرطت بعد قدوم الشهر الآخر من رمضان، هناك نعم للتأخير أولا عليك القضاء. نعم. وعليك الفدية، يعني إطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم مبلغ من المال لا يقل عن 200 دينار إذا استطعت، وإذا كنت غير قادر على ذلك وأقل من ذلك يجزئ. بارك الله فيك شيخنا. نعم. الله يجزيك خير. طيب الوالدة انتحى، نفس الأخت الجهيدة من عنابة، أم جهيدة، الوالدة انتحى نوات صوم الاثنين والخميس، وبعد مدة لم تستطع إكمال هذه النية، وراهي حاسة أنها تشعر بثاني بضميرها. نعم. هذا دليل على الإيمان ما شاء الله. لأنه الأصل براءة الذمة، كنا نتحدث عن القاعدة الذهبية الفقهية، الأصل براءة الذمة. والدتك نوت، سألك يا عبد المنعم هل درت نذر، أنت قلتي لا درت النية أنها تصوم الاثنين والخميس، إذن قالت إذا أعطاني ربي الصحة عادي، أعطلها ربي الصحة الله يبارك تصوم. ولكن إذا كان أحيانا كما قلت تمرض ولا تعبت ولا عندها ضياف ومشغولة ولا، لا شيء عليها، ما تصومش هذه الأيام لأنها ليست فرضا، لا يمكن أن ترتقي تلك الأيام إلى مستوى أو إلى درجة الفرض، هي ليست فرضا ليست واجبا، هي نوت أن تصوم هذه النافلة حسب القدرة والإمكان، إذن فلا مجال لتأنيب الضمير. قولي لها الضمير نتاعك ما يلزمش أنبك، لماذا؟ لأنك لست مسؤولة، أنت لست آثمة، والله يبارك في الأيام اللي صمتها بسم الله ما شاء الله عليك، هذه كلها نوافل، نسأل الله أن يتقبلها منها، وليست آثمة ولا مسؤولة كي يكون عندها أي ظرف يمنعها من صيام الاثنين والخميس. آمين، الله يتقبل منها إن شاء الله. آمين، بارك الله فيك. طيب نستقبل مكالمة الأخ توفيق من تبسة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك خويا توفيق. الله يسلمك. ناس طيبين. مرحبا بك. الله يسلمك خويا. أنا أبو ثلاثة أطفال. أرفع صوتك برك شوية باش نسمعوك. قلت لك أبو ثلاثة أطفال. عندك ثلاثة أطفال؟ نعم. عندي واحدة 4 سنين وخمسة سنين ما تركت على شغل وما لقيتش. لقيت شغل ترك تسمى السوق في حافلة تاع نقل العمال. فطيح لي بالصباح ونص النهار والعشية شهر كامل. ثم صلاة الجمعة ما نصليهاش خلاصة. خويا توفيق مع الاطفال كنت مع مولا الحافلة قال لي تسمى وما تصليهاش ولا ما تخدمش ولا حاجة تسمى تروح. خويا توفيق نعم. انت تعمل أنا. سائق في حافلة ويوم الجمعة ما تصليش الجمعة، ما نصليش تتاح لي العمال. طيب رب واضح شيخ. صح شيخ، نورت الشاشة. السلام عليكم. هو ما يصليش الجمعاتنا يعني الأعمل، يقول لك هل علي شيء يعني. والأطفال لماذا ذكرهم؟ العاطفة شيخ، يحبهم. ربي يحفظ أولادك إن شاء الله خويا توفيق. السلام عليكم. طيب السلام. مع السلامة، في حفظ الله، الله يجزيك خير. طيب
عندنا الأخت سمية من البرج، عندها بنت وفي سن عامين أخذتها لعم منتحها، تبنتها يعني رباتها وكبرتها حتى لو تزوج يعني زوجتها الله يبارك، يعني خرجت عروسة من دار عمتها، لكن شاء القدر أن توفت هذه العمة وقعدت ساكنة في دار عمتها. ويعني قالوا لها إنه زوج عمتها اللي هو اللي رباها وكبرها إنه ما هوش بالمحارم. وش نقولوا لها شيخ؟ الجواب نقول لهذا البنت بسم الله ما شاء الله، دتها عمتها عمرها عامين ورباتها وقامت بيها، والآن عمتها ماتت، الله يرحمها، تغادر هذا البيت، تغادر هذا البيت وتحسن إلى زوج عمتها. نعم، يحتاج خدمة، يحتاج مساعدة، يحتاج أي شيء فيما تقدر عليه، نعم، ولكن تغادر هذا البيت لأنه ليس من المحارم. ما شاء الله بارك الله. لكن إذا كانت هناك ظروف معينة للزيارة أو للخدمة هذا عادي، الخير إن شاء الله كبير. ما عندوش حدود، يعني ربي قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومن باب الوفاء. نعم، لزوج العمة اللي ماتت الله يرحمها عادي، ولكن نظر لعدم وجود فهو أجنبي عنها تغادر هذا البيت، وذلك كله مضبوط بضوابط شرعية الشريعة الإسلامية. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، فيك البارك. عندنا اتصال. طيب أم شيماء، السلام عليكم أم شيماء. ألو، تفضلي أم شيماء نسمعوا فيك. ألو، تفضلي من البرج أم شيماء. ألو، تسمع فيها؟ نسمع فيك ما شاء الله. أسمعيني برك من التليفون باش تسمعين. الحمد لله. تفضلي سؤالك. ها، أعطيني سؤالك. هو السؤال الأول. نعم، كان الزوج التاري من قبل ما يموت عنده عامين، ربي يرحمه من اللي توفى. آمين آمين، الله يرحمه. خلى شوية دراهم في البنكة، كي كان حي كان يرفدهم ويمدوهم، وبصح اللي خلاهم كي راحوا ليدي باش يرفدهم قالوا له ما نعطيولكش هذوك الدراهم اللي تاع الفايدة هذوك، ما نعطوهملكش تاع الربا، قالوا نحكمهم حنايا. قالوا لها دقيقة أم شيماء، خلقوا لي مع الدراهم هذوك اللي نهزهم تاع ملابيتي. أم شيماء، أم شيماء، شو قالوا له في البنكة؟ قالوا لها في البنكة كي راح الابن تاعها باش يرفد الأموال هذوك مع الفائدة، قالوا له نعطيوك غير الدراهم الوالد اللي خلاهم، أما الفائدة ما تديهمش. كملي أم شيماء. قالوا له احنا اللي نحكموا هذوك تاع الربا، نحكمهم حنايا في البنكة، ما ندوهمش لكم. إيه، هذه كان اخو انا دوك راني خفت يقول لي هذا تكون بعد ما نجيب شقاق باش نهزهم يتخلطوا لي ولا تخلطوا. خافت يعني يتخلطوا الاموال تاع الربا مع الاموال تاع الزوج نتاعها. هكذا ام شيماء؟ طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ يعطيك الصحة، شكرا. لا حبيت وليدي، لا حبيت، اكيد اكيد رانا في الخدمه ام شيماء، تفضلي تفضلي. ايه، من هو الحكم اللي عود زعما طالب هو ما حكم؟ يروحوا الناس وهم يقولوا لي ياكل عنده ولا ما يجوزلهمش الماكله هذيك اللي ياكلوها اللي كان منها ولا لا لا ما حكم؟ معليش تعاودي ام شيماء، ربي يحفظك، المكالمه تاعك شغلك بعيده بزاف علينا. ما حكم؟ انا عاود لك. هي عاودي، ربي يحفظك. اللي يعود يكتب زعما داير روحه راقي. ها صح، ايه واضح شيخ. هو ماشي، هو مش طالب. اها، يدير الفال شيخ. خلاص واضح الكلام تاعو، الاكل تاعو اللي حلال ولا حرام. طيب بارك الله فيك، مع السلامه.
ربي يقضي صلاح الأحوال إن شاء الله. نجيب. طيب نجيب. طيب الأخ توفيق من تبسة. نعم. يعمل سائق في حافلة ويعمل يوم الجمعة، وأثناء يعني عمله يدخل وقت صلاة الجمعة وتفوت صلاة الجماعة والجمعة. نعم. ما عليه يا أخي توفيق، صلاة الجمعة فرض على الرجال المكلفين. نعم. دون النساء. نعم. وتسقط الجمعة عن الرجل المسافر إذا كان سافر مسافة القصر مثلا. أنت راك في تبسة، أرى يعني المسافة اللي راك تقطعها أكثر من 83 كيلومتر ولا 80 كيلومتر، خلاص هذه مسافة القصر. مسافر. مسافر بمعنى أنت يجوز لك الجمع، تجمع الظهر والعصر مع القصر. نعم تقصر. يعني ركعتين العصر، ركعتين الظهر العصر، ويجوز لك جمع التقديم وجمع التأخير، يعني تستفيد من الرخص الشرعية. نعم. من التخفيفات المقررة في الشريعة لقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولنصوص شرعية كثيرة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن المسلم يجتهد باش يتوقف يعدل برنامجه ويعرف المحطات، يعني يكون قريب من مسجد من المساجد ويؤدي أحيانا، ما يبقاش إذا كان دائما هو راه في حالة سفر، ما يحرمش نفسه من أداء صلاة الجمعة ركعتين. يعني ماهوش الأمر ماهوش صعب، ونعرفوا بزاف كثير من الناس يعني وهم في سفر يبرمجون يعني سفرهم يتوقفوا مع صلاة الجمعة حوالي ربع ساعة 20 دقيقة، منها أدى صلاته، منها يعطي فرصة للناس اللي مشاو معاه اللي يفطر واللي يتوضا واللي يصلي، مش غير هو، حتى الناس اللي راهم معاه. وهكذا يعني الإنسان المسلم يجتهد باش يؤدي فرائضه، ونحن كلنا مأمورون بالاجتهاد بقدر الإمكان، نعمل بالعزائم حيث تكون موجباتها، وبالرخص حيث تتحقق مقتضياتها. سدد وقارب، سدد وقارب يا أخي توفيق، ولكن كي تكون في حال السفر كما قلنا في مسافة القصر فالحرج عنك مرفوع وقد سقطت عنك الجمعة وذمتك بريئة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب أم شيماء من البرج، توفى الزوج نتاعها رحمه الله وخلى أموال في البنك يعني حسب ما فهمنا، وراحين يأخذوا الأموال هذوك اللي خلاهم الزوج، ما حبوش يعطيوا لهم يعني أموال الفائدة. ويقول لك يعني في نفس السؤال، هل يعني كي الزوج نتاعنا خلى الأموال هذه هل ويعطيونا الفائدة، اختلط يعني الحلال بالحرام أو ما شابه ذلك؟ نعم. أولا الأصل شرعا وقانونا، نعم، وفي قوانين البنوك والنظم التي تحكم البنوك، إذا كان مات الإنسان خلفاؤه أي ورثته بعد استخراجهم للفريضة الشرعية، هذا إجراء واجب شرعا وقانونا، يعطيوا له رأس المال مع الفائدة، رأس المال مع الفائدة. إذا كان مثلا رأس المال 100 مليون سنتيم والفائدة 10 ملايين سنتيم، يعطيوا له كلش خلفاؤه. ولكن بعد ما يأخذ رأس المال مع الفائدة، رأس المال يقسم على الورثة بالفريضة الشرعية، أما الفائدة الربوية هذه يتخلص منها،
أي لا يجوز استعمالها، لا يجوز الانتفاع بها سواء في الأكل أو في اللباس أو في دفع أو تسديد فواتير الكهرباء أو الغاز، يتقلص منها، تقدم إلى الفقراء والمساكين أو من أجل المصلحة العامة. بارك الله فيك شيخنا. في عجالة أيضا، ما حكم أكل من يكتب التمائم، هل حلال أم حرام؟ طيب، فماله ليس حلالا إذا ثبت بيقين، لأن الأصل هو اليقين واليقين لا يزول بالشك، وقد قلنا قبل حين الأصل براءة الذمة، فإذا ثبت ذلك فلا يصح لمن يعلم، أما من لا يعلم فلا حرج عليه، لأن هذا الطعام ليس له نجاسة ذاتية، ليس له حرمة ذاتية، فهو حلال لمن لا يعلم. بارك الله فيك شيخنا، والله ينفعنا بعلمك، إن شاء الله تمام التاسعة إن شاء الله راح تكون مع الزميلة نجاة قراط في حصة والصلح وخير إن شاء الله. الله يجزيك خير وربي يحفظك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا أيضا للزميلة زينب، شكرا لكل من رافقنا في خدمتكم دائما، وقناة القرآن دائما معكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلمك عبد المنعم، تثني بارك الله فيك.